وخات أيام الطفل وغشر غشر وهي نال جماهير نار قوية غشر وهي نال معطل نار قوية غشر والمعطل يتفليد وعدتنا لازم تصمد ووعدنا الأمهات ووعدنا الأمهات ويا شغل يا الممات ويا شغل يا الممات ويا الشغل يا الممات ويا الشغل يا الممات ويا المخزن جبت الفرادة والمخزن جبت الفرادة والمخزن جبت الفرادة الزروطة ولات عادة الزروطة ولات عادة الزروطة ولات عادة يأتي هذا الشكل النضالي كخطوة نضالية وقفة نضالية استمرارا في الأشكال النضالية التي سطرتها تنسيقية جهات فاس مكناس ردا على القرارات التي أصدرتها وزارة بن موسى. هذه القرارات قرارات مجحفة بحقنا كمعطلين، قرار ديال تسقيف السن في 30 سنة وتحديد الميزات الباك والإجازة وعدد السنوات الحصول هي قرارات مجحفة، قرارات إقصائية تصفوية. احنا هنا حرمنا من اجتياز مباراة التعليم بدافع عامل السن، اذا ما بقى عندنا اي خيار الا نحتج من اجل حقنا العادل والمشروع الا وهو الشغل وادماجنا في الوظيفة العمومية بمختلف اسلاكها بما يتناسب مع الشهادات المحصل عليها. نحن هنا نطالب ونشجب القرارات المجحفة، نطالب الجهات المسؤولة كجماعة وكجهة بإيجاد حل لهذه الفئة المعطلة، هذه الفئة العريضة التي أقصيت بهذه القرارات العشوائية، قرارات ارتجالية ليس لها أي سند قانوني. إنسان غير نعاس وفاقد بجرة قلم أقصى العديد من المعطلين عبر ربوع هذا الوطن الجريح. معطلين كيعانيوا البطالة ويعانيوا الويلات منذ سنوات. اليوم جينا جسدنا الخطوة الثالثة تحت لواء التنسيقية الجهوية ديال جهة مكناس اللي هي استمرار النضالات ديالنا وغادي يكون صعيد إن شاء الله. حنا اليوم جينا لهنايا بعد ما لقينا حتى استجابة من حتى شي مسؤول، حنا شباب معطلين كاملين حاصلين على شواهد إجازات وماستر ودكتورة، المصير ديالنا هو الشارع، ما يمكنش أننا نعشقوا نجيو لهنايا في هذه الظروف وهذه الأجواء المناخية الصعبة باش اننا نبقاو غير هكاك باش نطالبوا بشي حاجه تافهه. حنا جينا باش نطالبوا بالوظيفه العموميه، جينا باش نطالبوا بالحق المشروع في اجتياز جميع المباريات دون اي قيود او شروط. ما يمكنش ان المعطلين والنخبه ديال المجتمع اللي كتدفع باي وطن بالعجله ديالو للتنميه والمستقبل تكون مصيرها الشوارع، في حين ان الاميين اللي لا ذره واحده ديال الوطنيه وديال الانسانيه والكرامه مفطحين في مكاتب فخمه وبسيارات مليئه بالبنزين من الضرائب ديالنا. حنا الابناء ديال الجنود اللي ضحاوا بالحياه ديالهم في الصحراء المغربيه، وابناء ديال الاراميل اللي كيضحيوا بكل غالي ونفيس مع الفجر باش انهم يضحيوا على ولادهم ويقريوهم. الا بغاو الكفاءه فعلا خصنا بعدا الوسائل اللي توصلنا لديك الكفاءه. فينا هي المدارس؟ فينا هما الظروف اللي توصل التلميذ او الطالب انه يقدر يحصل على واحد المستوى راقي؟ ما يمكنش الا ما وفرتي ليش السكن وما وفرتي ليش النقل وما وفرتي ليش بزاف ديال الامور، حتى المنحه اللي هي حق ديال كل طالب مادام وصل 18 عام ما كيبقاش مسؤول من الجهه ديال الاباء ديالو. ما يمكنش ان طالب عايش بخمسه دراهم الاسبوع، هذا الشيء عيب وعار. انتم كتشوفوا الاجواء كي دايره ومع ذلك حنا مستحملين في انتظار الاستجابه، هذا الشيء لا يعقل. الا بغيتي تشوف التنميه ديال اي وطن شوف الطبقة المهمشة ديالو، شوف الطبقة المثقفة المصير ديالها شنو هو. ما يمكنش أن واحد اللاعب كيلعب 45 دقيقة في الملعب وتعطيه 8000 درهم كمصروف يومي، لا يعقل، في حين أننا حنا كنطالبوا غير بوظيفة اللي ما فايتاش 5000 درهم. وهاد الوظيفة محيت غنشدوا هاد الأجرة الهزيلة فين غتمشي؟ غادي تمشي في التنمية ديال البلاد. ولينا كنحشموا أننا نشوفوا في والدينا، ولينا كنحشموا لاننا عالة على المجتمع. ما يمكنش اننا نقراو ونجتهدوا ونصبروا ونعيشوا باقل ما يمكن.
باش اننا يكون المصير ديالنا في الشوارع. هذا الشيء لا يعقل. كما قرر المعطلون عبر بلاغ اصدر صوت تنسيقيه خوض شكل احتجاجي كوقفه احتجاجيه ثالثه في سياقها باسم التنسيقيه. خضنا وقفه احتجاجيه الخميس الفارط امام جماعه فاس واليوم نعود بعد ان توسطت هذا الاسبوع الثمانية ايام وقفه امام الوالي. كما كتلاحظوا تطويق قمعي رهيب للمعطلين، لا سلاح لهم سوى حناجرهم. تحملنا عناء الظروف المناخيه والقاسيه وقررنا ان نجسد الشكل النضالي بكل جراه امام مجلس جماعه فاس. المعطلين لن يبرحوا مكانهم، لن تنال منا لا الظروف المناخيه ولا القمع ولا كل الاشكال الترهيبيه ولا اي ظرف كيفما كان نوعه الذي يمكن ان يشكل تهديد او يشكل عثرة او تحدي في طريقنا. سنخوض احتجاجات، اضرابات طعاميه، مسيرات، وقفات هنا في الجماعه. المعطلون حاليا يتدارسون تسطير برنامج نضالي سيكون حاسم، لاننا لن نبقى مكتوفي الايدي ونرى بان المجالس المنتخبه في مدينه فاس ترصد ميزانيات ضخمه لاشياء تافهه، ولا حديث على المعطلين او عن خلق فرص الشغل لحمله الشهادات المعطلين، خصوصا بعد ان تم اقصاؤنا من طرف الحكومه، بعد ان تم اقصاؤنا من اجتياز مباراه التعليم، بعد ان حددوا سنها في 30، فهم مطالبين بايجاد حل واعطاء بدائل حقيقيه وواقعيه لمشاكلنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.